مرحبا واهلا وسهلا فيكم. فاذا اليوم غيدا مجذوب معكم عم بتطل من مونتريال، ورح انتقل معكم الى لبنان لحتى نكون مع مؤسس مشروع بروجكت وطن والنائب المستقيل نعمت فريم. نعمت يا اهلا وسهلا فيك. هلا معك، بدي احيي مشاهدينك بكندا وبالعالم. يا اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم ماني قادره اقول لك انه من مونتريال البارده الى بيروت او الى لبنان الدافئ. للاسف اليوم مونتريال البارده ولبنان كله سوا بارد كثير كمان اليوم، بس نحن بنعرف انه من قلبنا من جوا بس دافئ. برد برد لبنان اكثر، لانه هون ما في مازوت، لانه ما في مازوت بتحس بالبرد 100 مره اكثر. صحيح. وكمان بدنا نقول انه هالعاصفه هبه، سموها هبه، بس كمان هلا بلشوا يقولوا قصص كثير عنا للعاصفه. كنت عم بحكي انا وياك قبل شوي انه لانه اسمها هبه رح تكون اخف من قبل بالعاده، يعني لو ما كانت عاصفه عاديه، بس لانه اجت اسمها هبه بقى اخذوا نصها سياسيين، ولهالسبب اجت اخف بكثير على الناس. يعني لو ما اخذوا نصها السياسيين شوف شو منيح كانت اجت اقوى بكثير بعدها. حلو كثير، حلو كثير. بس ليكي بدي اقول لك بدي اقول لك انه كثير في وجع مع السقعة هلا. يعني لازم نعرف انه كل بيت اليوم بحاجه لمازوت بالجبل، والجبل عم بحكي ثلاث ارباع لبنان، لانه كل شيء فوق ال 200 متر بيتأذى كثير اليوم. والناس مقطوعه، والملح للاسف ما في ملح عند وزاره الاشغال تتوزع، ما عم يقدروا يرشوا ضد الجليد، ومقطوعين المازوت كل الجرافات. سو الوضع مش منيح ابدا بالجبل. وانا بتعرف كسروان نحن منطقه جبليه كبيره، في وجع كثير اليوم، كثير 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 فعلا. للاسف الشديد يعني واحد صار لما بده يقول لبنان بيقول عن جد، يعني من مصيبه لمصيبه، من مشكل لمشكل. فعلا لما بنقول انه ابتدى عالم السياسيين والمصرفيين يعني مع 2019، ومن بعد الشعب خلص انفجر لاول مره بال 2019، ورجع للاسف انفجار المرفق كان بال 2020. يعني انفجارين، واحد على الصعيد الاقتصادي والسياسي والمالي، والثاني على الصعيد الامني وكمان والسياسي اللي دمر نص العاصمه. وللاسف الشديد عندك حكام قاعدين على الكراسي ولا حدا منهم عم ينهس، ولا حدا منهم فرقانه معهم وجع الشعب. ومثل ما انت عم بتقول يعني من شغله لشغله، وهالمره للاسف الشديد مع عاصفه هالقد بارده وهالقد ثلجيه على مناطق كثير منخفضه، يعني عم نحكي 200 متر بس على ارتفاع من سطح البحر، يعني ثلاث ارباع لبنان مثل ما انت قلت. وهذا الشيء فعلا بيزعلنا لما بنفكر انه الناس جوعانين ومش قادرين يلاقوا دواء، مش قادرين يلاقوا مستشفى، مش قادرين يلاقوا مازوت ولا بنزين، هلا كمان بردانين ومش قادرين يلاقوا الحاف ولا قادرين يلاقوا شيء يدفيهم. يعني بنشوف قديش فعلا لبنان اللي هو اغلى شيء على قلوبنا نحن كلبنانيين، ولبنانيين مقيمين بلبنان وداخل وخارج لبنان، بنقول انه كلنا قلبنا عم يغلي على لبنان، وبنعرف انه كل شخص عربي بيموت على لبنان، كل حدا بيقول لك انا بعشق لبنان، وكل حدا بيقول لك انا عندي جزء كبير من قلبي محطوط بلبنان، لانه كل ما بزور لبنان بنغرم فيه بعد اكثر. شو فينا نقول بهالحاله؟ يعني خلص اللبناني عن جد صار يقول ما بقى قادر اتحمل، وبيقول ما بقى قادر يتحمل، واللي قاعدين على الكرسي ما في شيء بيهزهم. مظبوط. بدي اقول لك ايه، انه المشاكل اللي عم نعيشها كانه في لعنه، وهذه اللعنه انا مقتنع صرت انه لانه طريقه العمل اللي عم بتصير باخر 10 سنين 20 سنه، جبنا كل لعنات الله علينا. طريقه التصرف، طريقه البزخ، طريقة التفكير بالطريقة الغير ذكية من قبل السياسيين اللبنانية، مستوى الأنانية يلي برهن أنه الشباب ما عندهم أي عائق أنه يحرقوا كل لبنان، ولا تفكير ولا شيء، أنه يحرقوا كل لبنان لمصلحتهم الخاصة. يعني هذا المثل كانوا يقولوه، بولع روما بيحرق روما بس تدور سيجارة، سيدور سيجارته. هيك كان عم يعملوا، وبعضهم عم يعملوا، ما عندهم مشكلة أبدا. هلأ كل همهم كيف ما يخسروا بالانتخابات، مستعدين يكسروا الدنيا كلها بلبنان، مستعدين يصيروا دولة فاشلة، العالم كله ضدهم، يوقف كل المساعدات على لبنان عن شرط ما يخسروا الانتخابات. لهون واصلين الشباب. من هون أنا بقول لك وبيأسفني أنه أمام هذا الهول الكبير نحن مش رح نقعد ساكتين. نحن اللي بنحب لبنان مزبوط،
أبداً. انت ويلي عم يسمعوك يلي راحوا من لبنان وبعضهم عم يعطوا للبنان وما لما ياخذوا شيء مقبيله، بدنا نقول لهم انه نحن بدنا نعمل نحول كل هالغضب هذا وهالوجع وهالزعل لمشروع، مشروع واضح، وهذا اللي عملناه مشروع وطن الانسان. فانا بدي ارجع ادعيهم انه يفوتوا على projectwatan.com يتواصلوا معنا ويحضروا حلو للانتخابات، لانه بالانتخابات نحن رح عن جد نسمع صوتنا انه للعالم كله يلي بحب لبنان انه فيكم تساعدونا. نحن وي ار اب تو ات مثل ما بيقولوا، نحن بنعرف ندير حالنا، ما في داعي تجيبوا لنا حدا يديرنا. التحدي الكبير هون بدنا نقول لهم للعالم انه نحن بنعرف ندير بلدنا، نعرف انه الزباله ما تكلنا بس يفل السوري من لبنان ونكون عم ندير حالنا، انه نحن بنعرف الكهرباء نجيب الكهرباء، نعرف نعمل سدود، نعرف نعمل طرقات بلا ما نسرق بلا ما ينسرقوا بلا ما يعملوا المشاريع الغلط. وانا بقول لك الحلول موجوده وهذا عم نكتبها عم نوضحها ورح نعلنها ورح تكون هي مشروع الانتخابي. يعني الناس بدها تصوت لمرشحيننا حتشوف اي قانون رح يقدمه. بدنا اياهم، بدنا اياهم يكونوا هن حجر الزاويه بهالمشروع خلاص صحيح. لبنان عود القوانين. بقول لك انا الوجع اللي عم نعيشه كتير كبير، كتير كتير، ما فيكم تعرفوا. بس ما بدي احول هالحلقه ل هيك بكي ونحي بما انه تعبان، تعرف نهار طويل وعم نتعب كتير بلبنان. بس بدي اقول لك من الضعف بدنا نجيب قوه، بدنا نحول الوجع، بدنا نحول الوجع لمشروع معركه واضحه يعني بالتنظيم. انا كتير بتذكر هيك صوره الحروبات المنظمة مقابل الناس اللي عم تصرخ من تاني مال لأنه محمسين وعم يركضوا وكذا، عطول بيربح المنظم. بدنا نكون مزبوط. منظمين مزبوط. وهون الشيء اللي بدي أنا أحكيه، يعني كمان مثل ما بنقول أنا الحمد لله عندي حس كتير كتير إيجابي، وهون بيقولوا لي أوقات كتير هلأ المقيمين خارج لبنان، وأنا هلأ صرت أحب بس صنفهم داخل إطار أنه مقيمين خارج لبنان، يعني ما بقى بدنا نقول منتشرين، مغتربين، مهجرين. أنا حتى بقول لهم أنا انشحطت من بلدي، يعني أنا بال 2019 فعلا ورسميا انشحطت من بلدي لأنه حسيت أنه لبنان ما بقى قادر يحضنني، وأنا خلص صرت ولادي 5 سنين برات لبنان، قلت أنا خليني ألحقهم لحتى أحس حالي على القليلة قريبة من ولادي. بس هون بنشوف أنه نحن قلبنا عم يغلي مع لبنان، وكل شغلة بتصير عندكم نحن قلبنا بيغلي معكم. فهيدا الشيء اللي بدنا نقوله، انه نحن بدنا نساعد لبنان، ومثل ما قلت من دون اي مقابل، لانه نحن بدنا نرجع على لبنان منتصرين رافعين راسنا حاسين نحن فعلا فخورين بالاشخاص اللي وصلوا على البرلمان، لانه نحن رح نعمل تغيير. وهيدا الشيء اللي قلناهم فيه كثير لكل الاشخاص المقيمين خارج لبنان بكل الدياسبورا، يعني بكل العالم، مش بس بموريال وبكندا، انما بكل الاشخاص الموجودين خارج لبنان. وقلنا لهم انتم مليون شخص قادرين بس تنتخبوا، الحمد لله قدرنا نوصل لل 244,000، صحيح نزلون لل 220,000، بس حتى قلنا لهم انتم بس تسجلوا وبعدين بنرجع بنحكي. وهيدا الشيء اللي هلا عم نقول لهم اياه، عم نفرجيهم هلا قديش في اشخاص مرشحين قادرين يقوموا بالحمل، قادرين اشخاص يدخلوا دم جديد الى البرلمان، قادرين فعلا يرجعوا ينهضوا بلبنان مش يدمروه مثل الاشخاص اللي قاعدين على الكراسي. وبدنا نقول انه نحن ضمينا السياسيين للمصرفيين، لانه كلهم نهبوا لبنان وكلهم دمروا لبنان. بدنا نقول انه فعلا في مشاريع عم تتكل على بعضها وعم تمشي مع بعضها وعم بتنظم مع بعضها مثل مشروع وطن. قديش فعلا بدنا نقول لهم انه في تنظيم على الارض، يعني حضرتك اسست من 6 أشهر مشروع وطن وعم تمشي كمان مع كل المشاريع اللي عم بتصير بعدد من المناطق وبعدد من الاقضيه، يعني عم بيكون في فعلا اتفاق، ما يفكروا انه كل واحد عم يشتغل لحاله، لا، في برامج كثير مهمه، في اسماء كثير مهمه، وهذا الشيء اللي لازم نقول لهم اياه اليوم لكل الاشخاص المقيمين بلبنان وخارج لبنان، انه ما تخافوا، عندكم ثقه كثير كبيره بالاشخاص اللي جايين، اهم شيء ما يرجعوا نفس الاشخاص. بدي أقول لك أشغلي عم نتحضر، بدي بلغ المقيمين بخارج لبنان أنه قوى التغيير عم تشتغل، عم تنظم حالها. ما فيك تعرفي داش في تقدم، في تقدم كتير كبير، صح. 70-80% من الدوائر الانتخابية عم بيصير في عنا هيك كونفيرجنس بطريقة كتير حلوة.
أكيد ما خلصنا، ومش معقول نخلص بسرعة، يعني بدك بعد 3 جماع لنقربي لتقولي إن نقول وين وصلنا بالآخر. ويمكن يبقى محل أو محلين يكون في لائحتين، بس هيدي الشيء ما بتضر، لأنه عم نتأكد بهالمنطقة أو المنطقتين اللي فيها لائحتين أنه كل لائحة فيها تجيب الحاصل، يعني ما عم بتروحوا دعين الأصوات. صح، أكيد أبدا. وهيدي شغلة أساسية. الفكرة الكبيرة هي أنه يكون عندنا رؤية واضحة على المشاريع اللي بدنا نقدمها في مجلس النواب. هاي شغلة أساسية. صحيح، نحن بمشروع وطن عاملين حالنا، ناظرين حالنا لهالمطبخ يلي عم يطبخ القوانين. عم يتقدم كتير، صارنا خالصين الدولة المدنية الحديثة، خالصين اللامركزية الموسعة، مش كقانون ولكن كبوزيشن بيبر. صح، يعني صرنا نعرف شو بدنا العملية، هاي تنبرمها قوانين بهالجمعتين ثلاثة بنكتبها. إن صرنا شاء الله. خالصين قانون الانتخاب الجديد، صرنا وهو كل المواضيع اخذي ديبا فيهم، وبعد في ديبايات رح تيجي قبل الفينال. يعني يلي بهمهم هالمواضيع يفوتوا الى مشروع وطن، بروجكت وطن، ويقولوا انه هن بهمهم هالموضوع، بنعزمهم على اول فورم بهالمواضيع ليشاركوا ويعطوا رايهم في تصور لبنان الجديد. الامن القومي عم يتحضر المشروع تبعه، لانه مشروع كتير كتير مهم، واكتشفنا انه في كتير اعطال بنيويه بالمشروع، قانونيه بالامن القومي اللبناني مش مكتوبه، لازم تنكتب. نعم، هيدا صحيح، كمان اللي بنحكى فيه. هالمواضيع كل الكهرباء تقدمنا كتير، صار عندنا تصور واضح. هلا عم تتقلع ورشات الريكفري بلان، ايكونوميك ريكفري بلان، يلي هي بتعمل سنتاز لكل شيء موجود وتطلع برؤية هيك واضحة. عم نحط الفريق كمان، برجع بقول كل شخص من الاغتراب من الانتشار اللبناني بهمه هالمواضيع يفوت يشارك فيهم. صح، أنا بتوقع كتايمينج وايز، بتوقع أنه نواة اللوائح تبلش تنعلن، نواة اللوائح مش كل اللوائح، نعم، بشي 15 فبراير، قبل 15 فبراير. اوكي، اللوائح كلها يعني بتتكمل، اللوائح يعني كل منطقة بيكون فيها 70-80% من الأسامي صار واضحين بالتاريخ فبراير، ميد فبراير. ان شاء الله. ب 10 مارس لازم نكون سكروا اللوائح كلها وصارت جاهزة تنبلش الكامبين بكل معنى الكلمة على مستوى لبنان بالأسامي، ونفرجي البضاعة اللبنانية الناجحة النظيفة يلي هي دم جديد عم يفوت إلى المحترق السياسي. شغله كمان كثير مهمه، يعني بالنسبه للاشخاص مثل ما قلنا المقيمين خارج لبنان، كان في اجحاف كثير كبير بحقهم انه عطوهم بس ل 20 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، انه يقدروا بس هن يسجلوا لوقتها، يعني كان مفروض بوقت انه صارت، حتى لما قالوا لهم انه رح تصير الانتخابات بادار بمارش هلا يعني الجاي، كانوا على اساس انه كمان عم بيقولوا لهم نحن حتى بمارش كنا ملاقيين انه هذا الشيء كمان كثير كثير قريب علينا، يعني انه بعد عندنا وقت، انه ليش هالقد عم تضغطونا وعم تضغطوا على الاشخاص المقيمين خارج لبنان انه يجربوا يسجلوا الاسامي تبعولهم وبعدين تسكروا لهم اياها كليا. في اشخاص بدهم يتعرفوا، نحن قلنا رح نفرجيكم بعدين المنيو تبع الاشخاص المرشحين بكل المناطق ورح نقول لكم هذا الشيء، سو مشان هيك صرنا نقول لهم سجلوا وبنرجع بعدين بنحكي، ورح نفرجيكم فعلا مشاريع واشخاص بيستاهلوا يوصلوا على المجلس النيابي، ومثل ما قلت يفوتوا ويخوضوا المعترك السياسي ويشيلوا هالاشخاص والمنظومه الفاسده اللي موجوده. بس هذا الشيء فعلا كان اجحاف بحقهم، وحتى لما صارت القصه اكثر لايار ماي المقبل كمان صارت بالنسبه لهم، يعني هلا في اشخاص بلشوا يقولوا يي نحن مثلا مزبوط هذا المشروع بدنا اياه، هذا الشخص بدنا اياه، يا ريتنا تسجلنا، بس هون كمان انه رفضوا، صاروا يقولوا اللي ما تسجل برا ما بقى في صوت بلبنان حتى لو نزل بايار المقبل على لبنان، يعني هالاجحاف
كمان، او كمان الاشخاص اللي مثلا كانوا مسجلين على اساس مفكرين حالهم انه هن رح تصير الانتخابات بمارج، سجلوا بوقتها، هلا مثلا حاسين حالهم انه ما بقى قادرين، يمكن ما رح يكونوا موجودين مثلا ببلد اللي هن موجودين فيه، ما رح يقدروا يصوتوا باذار مارج. يعني هيدا الاشحاف اللي صار بحقهم، على القليل كان المفروض ينطروا ويعطوهم مثلا الفرصه مثل ما قلت ل 15 شباط او حتى ل 10 مارج لحتى يقدروا يسجلوا بعد ما يكونوا شافوا كل اللوائح قدامهم، ويعطوهم الحق انه هن يختاروا بوقتها، مش من 20 تشرين الثاني تسكروا عليهم كل الابواب وتقولوا لهم خلص انتم نقوا من هلا او بس سجلوا من هلا وبعدين نحن بنرجع بنمشي مثل ما نحن بدنا. هيدا شيء فعلا الاشحاف اللي بدنا نقوله، يعني انت رح ننقل هذا الصرخه للاشخاص اللي برا. صحيح معك حق، رح ننقل هالصرخه ونجرب نعمل منها شيء، بركي تعديل قانون معين. انا عندي مشكله ثانيه واهم من هي، وبدي انه كلنا سوا نتعاون عليها، حضرتكم ونحن كلنا، هي بدنا نجبر أنه الفرز يكون بمكان الانتخاب فور انتهاء الانتخاب أمام المندوبين للكتل النيابية للوائح المرشحة. إذا ما صار هالشي، عم بحكي بالاقتراض، إذا ما صار هالشي حتى عم تحكي بالخارج، يعني بس يخلصوا أنا عم أقولها بالخارج، نحن بلبنان إيه؟ هيك بيصير، يعني إيه؟ كل الأقلام الاقتراع بلبنان ساعة خمسة عندما تقفل أبواب الاقتراع ببلش عملية الفرز مباشرة أمام المندوبين تتأكد أنه ما في أي تزعبر. أما بالأقلام الاقتراع في خارج الأراضي اللبنانية عم يتسكروا الصناديق ويتخذوا ويخدوهم إلى مكان جمعتين من بعدها عم ينفرزوا بوزارة الخارجية بلبنان، هذا شيء مش مقبول. صحيح 100%. هذا شيء زعبر، صارت زعبر 100% بال2018 وهلأ بده يصير أكثر بكثير من هيك، من نتأكد أنه أبداً 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 ما تصير. عشان هيك الناس خايفه، الناس خايفه برا، هذا الشيء اللي فعلا عم يخوف الناس، انه بيقولوا لهم لا مش انه إيه مش لازم نقبل، انه اي ما هيك بيقولوا صار في زعبره، انه نحن شو رح يضمن لنا، رح ينزل صوتنا بالصندوق الاقتراع خارج لبنان. ومثل ما نحن عم نقول لهم كل 200 ناخب بينفتح لهم صندوق اقتراع بالمكان اللي هن موجودين فيه، يعني ما يعتلوا هم انه بده يروحوا مشوار بعيد، كل منطقه وكل مدينه فيها 200 ناخب رح ينفتح لهم مكتب للانتخاب، وهذا شيء للاقتراع. ونحن موجودين عم نشتغل نحن كثير مع يعني مع مركز الانتشار اللبناني كمان اللي عم نشتغل عليه نحن كثير هون بلبنان، مع كل الاشخاص والجمعيات اللي انفتحت خارج لبنان لحتى نقدر نضمن انه يكون في حريه انتخاب ويكون في كمان لنزاهه الانتخاب، هذا كثير كثير اساسي. لازم نعمل كمان بعد شغله اذا فيكم تساعدون عليها، نساعد كلنا عليها. أنه ببلاد الاغتراب، يعني ببلدكم مثلا بكندا مطرح منك، لازم الدولة الكندية تقول أي ما بتقبل أنه يصير في تصويت على أراضيها وما يصير في فرز وراها دغري، لأنه هيدا بيكون عم بخالف النزاهة الانتخابات الديمقراطية، ويكونوا عم تشارك الأراضي الكندية عم بتشارك بعملية التزوير. من هيك لازم تفرض إذا صار في انتخابات على الأراضي الكندية، ولو بالسفارة اللبنانية، ولو بكل السفر بكل أقلام الاقتراع في الدول مثل كندا، لازم تكون معايير الانتخابات الديمقراطية محافظ عليها. والمعيار الأول بالعملية الانتخابات الديمقراطية هي الفرز بطريقة شفافة غير قابلة للطعن، هيدا اول هيدا مبدا اساسي بالديمقراطيه، واذا فينا نشتغل عليها كلنا سوا بتكون شغله مهمه. اكيد هيدا الاساس. هو مثل ما عم شوف حبيت اليوم يكون وراي صندوق اقتراع لحتى نفاجئهم قديش عن جد الانتخابات لازم تكون شفافه، يعني هون بدنا نقول لهم انه نحن مثل ما انت ذكرت هيدا الشيء رح يتم العمل عليه اكيد، لانه فعلا كثير اساسي. ولهالسبب نحن كتي ال دي ان ايضا لبنانيز دايسبورا نتورك عم نشتغل على هذا الموضوع، انه يكون في هيئه مستقله لاداره الانتخابات مباشره مثل ما انت قلت، يعني حتى نضمن لهم انه توصل الاصوات مثل ما هي الى لبنان. بس هون اكيد هيدا انه اذا بتنعمل القصه انه تنفرز الاصوات هيدا الشيء نحن بنطمح له،
تنفرز مباشرة من بعد الانتخاب. نحن بدنا نقول أكيد بستة أيار ماي المقبل رح تكون الانتخابات بمعظم دول الخليج، بثمانية أيار المقبل رح تكون الانتخابات بكل أنحاء العالم مطرح ما فيه لبنانيين موجودين، وبخمسة عشر أيار ماي المقبل رح تكون بلبنان. صناديق الاقتراع بانتظاركم وناطرين أصوات نزيهة، وأهم شيء ما يحطوا أوراق بيضاء، لأنه كل ورقة بيضاء رح تزيد الحاصل الانتخابي ورح تكون لمصلحة المنظومة الفاسدة. هيدا الشيء اللي بنقول لهم إياه أهم شيء. 100%. وبدي اقول له انا كمان زياده على اللي عم تقوليه، انه جربته كل هالمنظومه وشفناها بعيوننا وشفنا نتيجه. المطلوب التغيير، ولكن التغيير للافضل. بده يكون في رؤيه واضحه عند الناخب انه هو لبنان الجديد، بده يكون حاملينه ناس عندهم مصداقيه صحيح. مش بيعين كلام. بدنا ننبش على مرشحين يحملونا، وانا بدي اقول لهم ما نبشوا على مرشحين مش بيحكوا. الحكي ما بيبيع، الحكي ما بيفيد. بدك ناس تنفذ ومنفذه، مش وقت هلا التجارب. ما بقى فينا نجرب بحالنا، ابدا. نجيب ناس عندهم مصداقية كتير كتير عالية. إذا وعدوك هالقد بيعملوا لك هالقد. يعني بدنا إياهم under promise over deliver، مش بالقلب. صح. مش مزبوط. بالقلب. مزبوط. نعم. مزبوط مزبوط. هيدي هي، بدنا افعال مش كلام. هيدا الشيء الاساسي كثير كمان هون. يعني كمان نعمت هون بدنا نقول شغله كثير اساسيه، يعني بالنسبه لموضوع الانتخابات يعني خارج لبنان، لانه في ناس كثير مثل ما قلت ما كان عندهم ثقه باللي صار قبل، وبدنا نقول انه اشخاص كمان ما كان عندهم ثقه انه هن رح يقدروا يغيروا شيء. بيقولوا لي منين عم تجيبي هالطاقه الايجابيه؟ قلت لهم لانه انا كلني امل وعارفه انه هيدي الانتخابات رح تكون نقطه تحول. هيدي رح تكون بطاقتنا الذهبيه وبطاقتنا الاولى لحتى نقدر نغير. مش رح نقول نحن رح نقلب الطاوله كليا، بس نحن عم نقول اذا جبنا 10 كراسي من الاشخاص اللي نحن بدنا ندعمهم، هيدي رح تكون الشغله كثير اساسيه. يعني ما يفكروا انه رح يقولوا نحن رح نقلب 128 كرسي، لا رح نقلبهم كلهم على الطاوله. لا، حتى لو فتنا ب 10 اصوات، يعني كل صوت من الاشخاص المقيمين بلبنان وخارج لبنان رح يعمل فرق كثير كبير. ما يفكروا انه نحن عم نعمل 128، لا مش حنجيب 128، لانه في اشخاص بعضهم موجودين وبعضهم حاكمين وبعضهم حاكمين بالارهاب وبالكمان بالتخويف. كل واحد منهم حامل يعني بايده سلاحه او حامل بايده 100 دولار عم يعطيها للشخص لانه الشخص جوعان، بيقول له روح انتخب لي. نحن بدنا نقول انه المقيمين خارج لبنان لا عايزينهم ولا خايفين منهم. بدنا هال 220 ألف اللي تسجلوا كلهم يروحوا ينتخبوا، لأنه هن فعلا رح يقدروا يغيروا يعملوا تغيير كتير كتير أساسي وكبير، لأنه فعلا هن مستقلين 100%. ونحن بدنا نقول لهم أنه أنتم مشاريع عم تشتغلوا، مشروع وطن إلى جانب كل اللوائح اللي عم تشتغلوا مع بعضكم، أنتم قادرين فعلا تعملوا تغيير. يعني أنتم عم تتفقوا مع بعضكم تشتغلوا على مشروع كتير مهم لإعادة النهضة بلبنان، وأنتم قادرين تشيلوا الحمل. ومثل ما قلنا الحلم منه كبير. ما يفكروا أنه نحن يا لطيف عم نطمح لحتى نقلب 128، 10 15 بيعملوا فرق كبير. سو كل صوت بيغير كل شيء. كل 100%، كل صوت بغير كل شيء. لأعطيهم فكرة شوي، يعني عمليا 15% بين 10 و15% من الأصوات رح تجي من الانتشار اللبناني. صح. إذا جبنا فيهم 70% أو 60% من الأصوات، منكون عم نعمل عمليا 8% فرق عم بيروحوا على هاي الوحدة. وهيدي شغلة كتير كتير منيح، بتغير كل المعطيات. يعني شفتوا هالرقم اللي حكيتيه هلا، ال 10 12، انا بقول لك ما بنحكي تحت ال 22 24 كرسي اذا عمل الشغل مزبوط. اذا عمل الشغل مزبوط. بدنا نتاكد منه كمان، وهون عندنا شغل كتير كبير. نحن ما بدنا بس نغير ونجيب ناس جديد وكتير منيح، بس ما ننجح بعدين بالتغيير بصير عندنا خيبة أمل. أنا عم فكر صرت من بعد هالشي. صح. بدنا الأوانين اللي بدها تنزل جديدة نكون شايفين في لبنان جديد فيها. صح صح. يعني آليات التوظيف الدولة اللبنانية بدنا نكون من هلأ بلشنا نشوفها.
طريقة الديجيتايزيشن للدولة اللبنانية بقوانينها بدنا نكون عاملينها من هلأ. أنا عندي رؤية واضحة 100% شو بده لبنان ليتغير، لأنه عشتها جوا وعشتها برا. صح. أنا بقول لهم للي عم يسمعوني، مش أكتر من 20 قانون فينا ندور المكنة بطريقة جديدة كومبليتلي بلبنان، وتقلع التيرن اراوند ببلش يعني بطريقة كتير سريعة وكتير كبيرة إذا قدرنا نسقط 20 قانون جديد بلبنان. إن شاء الله. وبيناتهم وننفذ القوانين يلي خالصة، اللي بيناتهم هن في قانون واحد، في مشكلة وحدة بتفتح لك شي 40 50 قانون اليوم معلق بالدولة اللبنانية واقفين. هن نعم. التعيينات، كيف بنعين الهيئات والمسؤولين الكبار بالدولة اللبنانية بالمراكز، هذا موضوع نعم. لازم نحله once and for all. أعرف منك كمان أنت لحتى تشرح لي نعمك، أنتو مشروع بروجكت وطن، في مشاريع كتيرة عم تشتغل على الأرض لحتى تقدر تجتمع مع بعضها وتقدر فعلا تغطي كل لبنان، كل الأقضية، كل الدوائر الانتخابية، وتكون فعلا متفقة مثل ما قلنا مع بعضها، لأنه كل ما بتكون الليحة منظمة ومتفقة مع بعضها كل ما بتصير القوة بعد أكثر. كيف عم تلاصقوا مع بعضكم أنتو كمشروع وطن وكمشروع بروجكت وطن ومع الأشخاص الآخرين حتى نفاجئ أنه نحن فعلا في اتفاق على كل الأراضي اللبنانية وكل الدوائر عم الأقضية يكون في اللبنانية؟ تنسيق ليكي، عم بتتنظم هاي الشغله. اول شيء عرفي انه شغله منا هينه، لانه نحن جايين من ستارت ابس، في كتير صح ستارت ابس، في ناس صح مثلنا مش جداد بالشغله، لا بس اللي استقالوا مجلس النواب، بس في كتير كتير ستارت ابس، وهذه فيها افانتاج ستارت ابس، بس بذات الوقت فيها عجقه اذا بدك تخلق تتخلق تتلاقي يعني بدك تحولي هال الكاوس اذا بدك ايه لنظام. مضبوط هون في نوع من فوضى خلاقه اذا بدك تسميها، صحيح صحيح، بس لانه كل خلاقه واحد منهم محمس للتغيير، سو نحن مش هيك بدنا نجرب نتضامن ونجمع كلهم مع بعضهم، يعني نجرب نجمعهم لا لانه هيك بس مثل ما قلنا بالاتحاد، بطريقه بالاتحاد قوي. ايه، بس بطريقه مع فاليو كرييشن، بدنا صح نتاكد كيف نخلق فاليو كرييشن. هذا اللي عم بيصير بطريقه عم نشتغلها، يعني صعبة مش هينة، بس عم تتقدم كتير. اليوم عندك بلاتفورمات التنسيق عم تشتغل ليل نهار، وكلنا سوا يعني كل واحد عم يقدم قد ما فيه، وبدها كتير تجرد وشوية هيك عم نخفف. بدك تقبلي انه ما يكون الشخصانية والإيجو هو عم يكون الدرايف الاساسي، هذا كله صحيح بده صحيح ينفذ. هيدي صح الشغله اساسيه وعم نشتغل عليها. اكيد القضيه تحرز انه واحد يتجرد عن مصالحه الخاصه. أكيد. وهون مثل ما قلت الأساس، يعني واحد فعلا يعني يتحدوا مع بعضهم ودائما يفكروا كمان كل الأشخاص المقيمين داخل لبنان والمقيمين خارج لبنان أنه فعلا قادرين يغيروا فعلا وبشكل كتير كبير. وهون بدنا نقول لهم أنه دائما يفكروا أنه ينتخبوا مشاريع، يعني دائما بنقول انه فكروا بانتخاب مشاريع، لانه الاشخاص يمكن الاسامي ما تكونوا بتعرفون، بس بالعكس هدول الاشخاص جاهزين يغيروا، هدول دم جديد وهدول الاشخاص فعلا ما لهم علاقه ولا باي تيار حزبي ولا لهم علاقه بالاحزاب ولا لهم علاقه بالارهاب ولا لهم علاقه بالسياسه الفاسده اللي كانت قبل، هدول الاشخاص فعلا جايين لحتى يغيروا بلبنان من قلبهم، واشخاص مثل ما قلت ما عندهم ايجو، ما عندهم ولا اي هدف اخر غير انه بس يساعدوا لبنان. هذا الشيء بدنا ناكد لهم اياه، مش يقولوا مثلا هي الاسم ما بنعرفه نركض على الاسم اللي بنعرفه، لا ما بدنا، في اسامي جديد فعلا قادرين يقوموا بالمسؤوليه، بس انتم بدكم تنتخبوا مشاريع، في مشاريع مثل حضرتك مثلا مشروع بروجكت وطن، شخص مثل حضرتك عارف مزبوط بالسياسه، دخل الى المجلس النيابي بال 2018 وكان عم بيلاقي انه كل القرارات كانت مش مزبوطه بال 2018 بالبرلمان، ولهالسبب مباشره من بعد انفجار 4 اب اللي هو الانفجار المدوي او مجزره مثل ما انا بسميها، هيدا الشيء كنت انت رافضه مثل حضرتك، مثل حضره كمان النائب مروان حماده، مثل النائب المستقيله بولا يعقوبيان، مثل عدد من الاشخاص اللي فعلا رفضوا الموجود، وهلا عم بيرجعوا يفوتوا بقوه مع اشخاص ومشاريع كمان لهم لحتى يقدروا يفرجونا فعلا انه هن عندهم اشخاص عم يختارون بالشكل الصحيح لحتى ينوضعوا بالمكان الصحيح. واهم شيء الورقه البيضاء ما تكون بيضاء، تكون لامين ما بدهم، بس مش للموجودين، دخيلهم مش للموجودين.
على كل حال بس بقول لك انه بالقانون الجديد صعب تعملي ورقه بيضاء، لان الورقه دجا هي في ورقه مطبوعه بدهم يشوفوا يحطوا اكس على اللائحه اللي هي بتمثلهم، وجوه يحطوا اكس على الصوت التفضيل اللي بدهم اياه، واذا ما حطوا اكس على اللائحه ما في مشكله، بمجرد ما يحطوا اكس على الصوت التفضيلي بيحسبوا انه اللائحه اللي هو فيها هذا الصوت يعني هي اخذت صوت كمان. سو عمليا، واذا ما بيحبوا ولا واحد من اللائحه ولكن بيحبوا، او ما بيعرفوا ولا واحد من اللائحه ولكن بيحبوا نهج اللائحه، فيهم يحطوا اكس على اللائحه فوق وما يحطوا صوت تفضيلي جوا. هاي كمان بتحتسب، وهيدي كمان صح. منيحه ومهمه، مش انه يعتبروا انه اذا ما بيعرفوا حدا ما يصوتوا نهائيا، يفوتوا يحطوا اكس على اللائحه. صح صح، هيدا الشيء الاساسي فعلا اللي عم ندعيهم له. نحن مثل ما قلت ان شاء الله يا رب نقدر من خلال الهيئه المستقله اللي عم نشتغل عليها لاداره الانتخابات، نقدر مثل ما قلت حضرتك نفرز الاصوات مباشره من بعد ما يصير الانتخاب، يعني مثل ما قلنا بستة ايار المقبل بدول الخليج او معظم دول الخليج، بثمانية ايار خارج لبنان، وب 15 ايار على كل الاحوال رح تصير الفرز بلبنان من دون ان شاء الله اي تدخل، لحتى ما يشعر حدا منهم انه فايت على صندوق الاقتراع وما يترعب، لانه الاشخاص اللي برا مهددينه ومخوفينه مسكين عليه اذا فينا نقول شيء، انه انت اذا ما فتت انتخبتنا رح نهددك بسلاح او بالمصاري. هيدا الشيء الاساسي بدنا فعلا نخليهم يشعروا بالامان انه في اشخاص جاهزين يجوا يخلصوا لبنان. هيدا الشيء الاساسي لنا نحن لبنانيين خارج لبنان، الفنا مع لبنان. وانا عم بقول لهم بعدني من هلا، نحن بعدنا هلا بكانون القانون الثاني، انا عم بقول لهم من هلا مين ما كان حاسينه بلبنان بعده متردد خلوني انا احكي وانا انعه، لانه في كثير ناس انا انعتهم شخصيا وقلت لهم انا يا عمي على انا عم بقول لكم انا اذا ما زبطت هيدا الشيء عمي اقطعوا حاسبوني، انا عم بقول لكم انا عندي كثير امل فيها لهالانتخابات، مش رح نقدر نغير كل شيء 2022، خلينا طبعا القليله ندعي كل الاشخاص اللي هن مثل ما قلنا 18 مليون شخص عايشين برات لبنان، لبنانيين الاصل، خليهم هلا ما قدروا يصوتوا لانه كان في بس مليون اليجيبل، خلينا نعملهم 12 يعني نعملهم 6 مليون اليجيبل، خليهم يطالبوا بجنسياتهم، هيدا لبنان كمان لهم، صحيح هن بيمثلوه برا وعم بيغزوه كانوا كل هالسنين لحتى يدعموا عائلاتهم بلبنان، بدنا نرجع نقول لهم حاطوا ثقة للبنان، بس للأشخاص الجديد اللي موجودين ما بيستاهلوا ثقة أبدا، وهن اللي مثل ما يقولوا فرغوا لبنان من الثقة، إن كان من المواطنين اللبنانيين خارج لبنان وإن كان من الخوف، لأنه ما فيهم يحطوا ولا ليرة بلبنان ولا دولار بلبنان إلا ما يحسوا إنه هيدا الدولار رايح للدولة ورايح للمنظومة الفاسدة ومش رايح ولا لحدا من الشعب. ومثل ما قلت لك حتى العاصفة هبة، لأنه اسمها هبة أخذوا نصها، فهذا الشيء ده مصيبة كبيرة. على كل الأحوال أنا بدي أشكرك كتير كتير اليوم لحتى لأنك كنت معنا اليوم نعمة ووضحت كتير هالأمور لكل الأشخاص المقيمين خارج لبنان وداخل لبنان. كل التوفيق إن شاء الله لك يا رب على مشروع بروجكت وطن وعلى كل المشاريع اللي عم يشتغلوا من قلبهم، ولكل الكانديديتس اللي ناسين إن شاء الله باللوائح جديدة. ومثل ما قلنا بدنا نخلص إن شاء الله من المنظومة الفاسدة، كل صوت وكل فرد بيعمل فرق، أهم شيء فكروا فيه. ومثل ما قلت لك حدا بعده متردد اعطيني رقمه وانا هلا بتلفله وبقنعه، لانه انا جاهزه من هون ل 15 ايار جاهزه دلني وراهم، لانه فعلا بيقدروا يعملوا تغيير، لانه نحن ما بقى قادرين نقنع اللي برا، اشتغلنا عليهم خلص للاسف الشديد ما بقى قادرين يغيروا شيء، ارقام خلص صارت ثابته، بس نحن بعد عندنا لبنانيين مقيمين بالداخل بعدهم مش مقتنعين، انا مستعده اقنعهم خلص يقولوا لي. اول شيء ست غيدة انا بشكرك على قديشك محمسه وبتعطينا قوة وبتعطينا دعم، أنه في ناس بالعالم مؤمنين أنه لبنان قابل للحياة ولح ينتصر. بدي أقول لك أنه عندك بعد شغل شوي بالبلاد الانتشار، بعد في ناس من المنظومة القديمة مؤمنين فيها، بعد في ناس مؤمنين بالمنظومة القديمة، وأنا عم بكتشف أنه في كم شخص بعدهم بيقولوا لك نحن مؤمنين باللي صار، نحن موجوعين كتير من اللي صار، بس لو خلونا جماعتنا يعملوا ما كنا وصلنا لهون. أنا بدي أقول لهم وحياتكم شفتهم كلهم جربتهم كلهم أصحابي على المستوى الخاص، بس لا الأبروش تبعهم هي بتستفز وبتخلي تصير مش what is right ينعمل،
تنتهي هو از رايت، وهيدي بتنهي المشكله، هي بتخلق الاشكال كلها بتصير. صح. اذا عملنا هذا المشروع لو كان منيح صار كانه عم نقول لهيدا اللي عم يعملوا للمشروع انه انت شاطر بدك تربحنا بالانتخابات، ما بيسوى بقى نعمل هذا المشروع، بصير الشخص عبء على المشروع. هيدا الطريقه اللي عملت هي وصلتنا لهون، من هيك هني كلهم ما بيسوى، كلهم ما بيسوى. صحيح 100%. واعطينيهم فرصه واثنين وثلاثه وفشلوا بكل هالفرص، بقى خلص بكفي. خلينا نعطي فرص لناس جديد ونتعرف عليهم، لانه فعلا حيلا شخص جديد جاي عن جد بمحبه كبيره للبنان وبده يغير بلبنان. انا بدي اتشكرك كثير. شكرا، يعطيك الف عافيه غيدا. يا اهلا وسهلا فيك، مؤسس مشروع الوطن. تسلم، تسلم كثير. انا هيدا بيسرني انه تكون معي اليوم نعمت، لانه انا فعلا من الاشخاص اللي عندهم ثقه كثير كبيره فيك وبمشروع وطن وبكل الاشخاص اللي عم تشتغلوا معهم اللي عندهم مشاريع جديده للبنان. والنائب المستقيل لانه مثل ما قلنا شاف اللي كان موجود وله سبب رفض يبقى ضمن المنظومه وقرر هو يرجع يبدا من جديد مع كل الاشخاص اللي عم يشتغلوا من قلبهم لدعم لبنان. انا بدي اشكرك. لبنان بقلبنا جميعا وين ما كنا، خارجه ولا داخله، واكيد كل شخص عربي بيعشق لبنان وكل شخص اجنبي حتى بيقول لك لبنان بلد واو، شو هالبلد الحلو ما شفنا مثله. وهذا الشيء لهالسبب بدنا نقول لهم رح نشوف نرجع لبنان يوقف على اجريه ويقلع من جديد، لانه لبنان فعلا بيستاهل، بلد بيطير العقل وجميل جدا وحتى ببرداته. وبحبك يا لبنان مثل ما قلنا، بجنونك بحبك وبكل طريقتك بجنونك، ركز على جنونك، بجنونك هلأ جنونك، هلأ جنونك. نحن بدنا نقول لهم بعزك بحبك، هيدا هو بدنا نقول لهم بنحبك كيف ما كنت، بس نحن بدنا نقول لك انه رح ترجع ان شاء الله لعزك، ولانه فعلا بتستاهل انه بتكون بس عايش بعز كتير كبير. هذا الشيء اللي بيستاهله كل لبناني يعيشوا بكرامه، هيدا هو الاساس. شكرا كتير واهلا وسهلا فيك. فإذا بعد ما كنا بلقائنا مع النائب المستقيل والمؤسس لمشروع بروجكت وطن السيد نعمة فريم، أكيد رح نتابع معكم بعد دقائق، خليكم معنا.